السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسوي هالوصفة اللذيذة، اللحم المفروم مع البطاطا، وسويت معاها سلطة الخيار والذرة وشوربة الذرة والدجاج. طبعا الشوربة غرامي. أول شيء أبدأ صصت البطاطا شرايح خفيفة وحطيتها في القلاية الهوائية. أنزل اللحمة على الصاج بدون زيت ولا شيء، بس لازم تكون النار عالية عشان ما تطلع لنا العصارة ونتعب لحد ما تجف معنا. أضفت البصل وأضفت الثوم وأقلبهم، والبهار بهارات مشكلة وفلفل أسود وبابريكا، وطبعا ما ننسى الملح. أضفت معجون الطماط والطماطم المبشور وأنزلهم على اللحم وأخليها تتسبك بهذا الشكل. أضفت الكزبرة الخضراء والشبت، بعدين أصف عليهم البطاطا اللي قليناها في الشواية، بعدين أضيف الجبن الموزاريلا بات الطماطم الصغنونة هذه وأرشها من الأوريغانو وأغطيها وأخلي الجبن يذوب. هنا الدجاج سلقته مع شوي بصل وفلفل أسود، بعدين شلته من المرق وقطعته قطع صغيرة. أضيف من الماجي ورشة الفلفل الأسود ورجعت الدجاج والذرة، وبعدين أضيف النشا. النشا أنت تتحكموا بقوام الشوربة. وأخر شيء أضفت حليب سائل عشان يعطيني هذا اللون وكزبرة، وخلاص وصارت جاهزة السلطة. خيار وذرة، وبعدين أضفت كزبرة وشبت، وأضفت مايونيز وزبادي ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وأضفت الليمون وأقلبهم مع بعض، وراح تذوقوا ألذ سلطة. وهذه كانت فكرة لغدا اليوم. اللي حاب يجرب الطريقة، وتقدروا تستبدلوا اللحم المفروم بصدور الدجاج أو الخضار، يعني حسب رغبتكم وحسب ما تحبوا. أتمنى أنكم تجربوا الطريقة وتعطوني رأيكم، وشكرا للمتابعة.